كسل العين هو عبارة عن ضعف في الأبصار في عين لم تتطور فيها الرؤية بشكل طبيعي منذ فترة الطفولة المبكرة، وذلك نتيجة لتجاهل المخ للصورة غير الواضحة التي تنقلها العين الكسولة، وعادة ما يحدث ذلك في عين يكون تركيبها طبيعيا، وتعتبر هذه الحالة من الحالات الشائعة ولا يمكن علاجها إلا إذا تم ذلك خلال مرحلة الطفولة المبكرة. فعلا لذا ينبغي مشاهدينا على الوالدين تحديدا ملاحظة هذه المشكلة البصرية ليتسنى لطفلهما أن يرى بصورة طبيعية في مراحل عمره الباقية. مزيد عن هذه المشكلة مشاهدينا وكيفية الكشف عنها معنا الدكتور أسامة عبد الحكيم استشاري الطب وجراحة العيون. رح تنتقل لجين؟ هروح لطبيب العيون. تفضلي. حكيم العيون. يسعد صباحك. تسلم صباح الفل. ازيك لجين؟ ازي صحتك؟ اهلا كيفك؟ ميرسي جدا. الله يسلمك دكتور. دكتور احنا ذكرنا في البداية انه المخ بيتجاهل على ما يبدو الصورة من احد العينتين يعني بالضبط كده. يعني هل معناته انه موجود او في خلل بالمخ ولا كده؟ بالضبط، وفعلا في خلل في المخ وده اللي بنأكده. هو بس احنا في مقدمه مهمه قوي بنحب نشرحها عشان الناس تبقى مستوعبه الفكره. العين في الطفل اللي هو عمره 6 شهور بيشوف زي الشخص اللي عمره 80 سنه، مفيش حاجه في الجسم كلها زي كده، يعني الايد لسه هتنمو قدامها 18 سنه، الرجل، المخ نفسه، كل حاجه، لكن ما عندناش طفل بيشوف قليل عشان هو ضعيف. طيب ومن اي مرحله الطفل بيبدا؟ 6 شهور بيكون اكتمل كل حاجه في النظر عنده، البعد الثلاثي وكل حاجه والالوان وكل حاجه. واول شهر الطفل اول شهر بيبقى لسه بيشوف الالوان، حاجات خيالات، الالوان بتبقى بالنسبه له لسه ابيض واسود ولسه مش قادر يحدد الابعاد. يبتدي عند 3 شهور يبتدي يكتشف قوه حده الابصار، عند 4 شهور يبتدي يكتشف ان دي بعيده ودي قريبه، عند 6 شهور يبتدي يخاف من الحاجه اللي تيجي عليه، يبتدي يخاف ان هو يقع. فعند 6 شهور الطفل بيبقى زي اللي عنده 80 سنه. فاحنا بالتالي مش زي الايد، ما عندناش لما بيكون في مشكله في العين ما بيبقاش عندنا المساحه الزمنيه او الرفاهيه في الوقت زي بقيه الجسم ان لو في مشكله نقدر نصلحها كمان سنه او سنتين او 3. عشان كده دايما لما بيجي الاب والام والطفل عمره 2 أو 3 سنين وفي مشكله في العين ويقول لي، اقول له احنا محتاجين نعمل عمليه حول، يقول لي ده لسه صغير، اقول له ده عجوز بالنسبه يعني دي الحقيقه ان هو عجوز كمقدره طبعا. نعم. لان هو من 6 شهور واكتمل، فمش لسه مش هو مش زي الايد. الناس بتقارن بين العين. نعم. والايد والمخ، طب ما نستنى على ايديه شويه، نستنى على رجليه، تقدر تستنى، عندك رفاهيه من الوقت. نعم. لكن العين لا، 6 شهور اكتملت، وبالتالي اي حاجه بتاثر على منظومه النمو العين او بتاثر عليها هتاثر عليه بقيه عمره كله. نعم. لان العين بتنمو بسرعه جدا جدا جدا، واي حاجه توقفها هتعجزها بقيه العمر كله. يعني كانك الدكتور بتقول انه بعد 6 شهور لازم كل الاهالي بياخدوا اطفالهم ويكشفوا طبعا. عشان كده احنا من ادراكنا في الموضوع ده في مستشفى المغربي بالذات، عندنا في كل مستشفى في كل قسم في عندنا دكتور عيون اطفال، لان انت لما بتلحق المشكله في الطفل بتتجنب مشاكل كتيره جدا جدا في في الكبار. ويمكن انا سعيد حضرتك فتحت موضوع الكسل ده، لان انا لسه جاي من امريكا، مش عايز اقول لحضرتك ان احنا في كل مؤتمر في امريكا في عيون الاطفال اول جزء من المحاضرات واول هم لهم اللي هو علاج الكسل، لان احنا بنستشعر انها مشكله علاجها سهل. لو اكتشفت بدري وتم التغلب عليها، عدم علاجها بينتج عن ان الطفل تقريبا معاق زي ما حضرتك قلت ان في مشكله في المخ. فاللي بيحصل ايه في الطفل لما العين بيبقى فيها حول او فيها جفن نازل او فيها ميه بيضه، بيبتدي المخ ياخد الصوره من العين الكويسه ويركن العين اللي الصوره منها بايظه. يعني لو العين محوله فهو العين دي عدله، هتشوف حضرتك وتلاقيها هيشتغل عليها بس ويخلي الثانيه زي الايد اليمين والايد اليسار. الايد سليمه، اللي حضرتك قلتي من شويه ان العين بتبقى سليمه، فعلا العين سليمه. واحنا الايد الشمال بالنسبه للايد اليمين تعتبر ايه؟ كسوله. نعم. ان احنا من يوم ما اتولدنا بنستخدم اليمين ومكسلين في الشمال. هو مش موضوع اعصاب دكتور؟ لا 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 خالص، هو استخدام بس احنا في الايد، والايد احنا اتعودنا على كده، في واحد يمين في واحد بيستخدم ايده الشمال اللي هو الاعصر، معظمنا ايدينا يمين، لكن في العين المفروض ان الاثنين يبقوا بنفس القوه لان معاهم حاجات ثانيه اللي هو البعد الثلاثي والحاجات الثانيه. وبالتالي لو العين اتحولت، عملوا بحث من حوالي 30 سنه واحد جاب قرود وابتدى يغطي لهم العين ويعمل لهم حول وتجارب، وبعدين ابتدى يحلل الخلايا اللي في المخ عشان يشوف ايه اللي بيحصل. وكانوا زمان بيصلحوا الحول عن 6 سنين والميه البيضه عن 6 سنين زي ما حضرتك قلتي في الاول، لانه ممكن تركنه زي ما الاب يقول لي. فهو كان عايز يشوف ليه بعد 6 سنين لما بيصلحوا الميه البيضه يشيلوا الميه البيضه يصلحوا الحول الطفل نظره ما بيرجعش، يعني ما بيشوفوش، ما بيقولوش 6 على 6، فات الاوان. يعني هو متخيل ان الايد لو صلحناها عند 6 سنين هترجع طبيعيه.
فهو عمل جاب قرود وعمرهم 3 شهور عن 6 شهور بس 3 شهور غمض لهم وهم عمرهم شهر غمض لهم العين عمل لهم عضلات العين وعمل حول وحلل الخلايا في المخ فلان الخلايا اللي في المخ المسؤوله عن العين اللي هي كانت محوله او فيها ضعف نظر بقت ضعيفه صغيره فبتستجيب من عمر مبكر اكثر بالظبط تستجيب من عمر مبكر اكثر فبقى في فعلا في ضرر في المخ في ضرر في المخ نتيجه العين محوله الخلايا بقت صغيره وبالتالي بقى اصحاحها صعب لو الطفل كبر لكن لما الطفل بيكون صغير بيبقى الموضوع ده سهل جدا جدا بيتغلب عليه سهل وبترجع للطفل قوه ابصاره وترجع له كل الامور كويسه. دكتور قبل 6 شهور ممكن الاهالي ينتبهوا مثلا او يلاحظوا انه في تغيير في شيء مو طبعًا طبيعي طبعًا بالنظر طبعًا كيف؟ يعني حتى ممكن من شهرين ثلاثه بيبتدي الطفل يبقى عنده حول اللي تحول يحس انه في نقطه بيضه انعكاس الضوء بيبقى نور ابيض طالع من يعني بدل ما الدنيا سودة شويه يبقى في ميه بيضه في العين الجفن ساقط مثلا ومرتخي على الطفل مش شايف بيجي الاطفال كتير كده طبعا في اختبار معين مثلا بنعمله يعني احنا بنعرف دائما الاهل على طول بيعملوا هذه الحركه بيشوفوا الطفل سليم ده بيبتدي المتابعه بتبتدي من 3 شهور يعني المتابعه بتبتدي من 3 شهور لو ما فيش حاجه ملحوظه يعني لو الجفن مش نازل او مش شايفين نقطه بيضه فانا من اول 3 شهور المفروض الطفل يبتدي يتابع وش مامته وهي بترضعه كده بيبتدي يمشي مع وشها من اول 3 او 4 شهور لو حاسس ان هو ما بيتابعش اكيد في مشكله لازم يبتدي يتابع الوش لان احنا من اول 3 او 4 شهور بيبقى قوه الابصار بقت معقوله جدا عند الطفل في المرحله دي وبامكانكم تعملوا العمليه وعمره 6 شهور عادي طبيعي بالظبط العالم كله اتفق دلوقتي بيحاولوا يرجعوا لاربع شهور يعني الابحاث كلها قالت ان يعني واحنا جايين من يعني لسه في كل حاجه دلوقتي بيحاولوا ان احنا من اربع في المغربي كلنا بنشتغل العمليات بتاعتنا من اول 6 شهور وانت طالع اول ما بنلاقي الطفل عنده مشكله حول او ايا كان الميه البيضاء بنعالجها من اول اسبوعين وثلاث اسابيع وانا في امريكا حضرتك لما كان الطفل يبقى عنده ميه بيضاء يعني كان جالي طفل واحنا في التدريب وكان عمره شهر فكان عنده ميه بيضاء شهر انت متخيل حضرتك فكان عنده عمره ميه بيضاء فالدكتور اللي معالجه فقال لها امرجنسي يعني هنحولها على الطوارئ انها تروح عمليه ميه بيضاء فالام رفضت قالت لا مش هعمل عمليه مضاعه صغير شهر بقى مش متخيله ده لازم شهر عندي له بنج والكلام اللي احنا بنسمعه فمضاعه على اقرار انها على مسؤوليتها هي بتتحمل نتيجه اللي هيحصل لابنها لان هو يعلم تماما ان هذا الطفل هيبقى طفل معاق في المجتمع وهيأثر على المجتمع وهو نفسه هيتاثر فبقت الام هي المسؤوله طبعًا. وبقت تو بي بليمد الخوف اللي في غير مكانه قد يسبب ضرر لطفلها من غير ما تدري كل ما بنلحق الموضوع ده بدري كل ما بنكشف على ابننا بدري كل ما بنكتشف الموضوع ده بدري بمهم جدا عشان كده يمكن هو طب عيون الاطفال يمكن الطب الوحيد اللي فيه دكتور عيون الاطفال في كل مكان يعني انت ممكن تلاقي بتاع كده مثلا لو دورت في الامارات ما اعرفش اذا كان في واحد ولا اثنين او اذا كان في اصلا يمكن تلاقي تخصصات ثانيه لكن في عيون الاطفال هتلاقي دكاتره كتير جدا هتلاقي منظمات كتير جدا عيون الاطفال لان فعلا زي ما اتفقنا عيون العين بتنمو بسرعه شديده جدا جدا يعني يعطيك العافيه دكتور اسامه شكرا لك شكرا لوجودك معنا اليوم وهذه نصيحه لكل الاهالي بس يصير عمر الطفل 4 شهور حتى مش 6 شهور دائما راجعوا الطبيب المختص لعيون الاطفال يعطيك العافيه.